إسرائيل تضيق الخناق على حزب الله بسلسلة اغتيالات طالت كبار رجاله في لبنان. أحدث هذه الاغتيالات استهدفت ياسر قرنبش مرافق حسن نصر الله عبر قصف إسرائيلي استهدف سيارة كان داخلها على طريق دمشق بيروت. وقبلها بيومين غارة إسرائيلية استهدفت عضو حزب الله ميثم العطار أحد كبار مهندسي منظومة الدفاع الجوي التابعة للحزب. الحادثتان سبقتهما هجمات إسرائيلية على مركز للقيادة والتحكم في جنوب شرق لبنان، وكان القتيل تلك المرة طالب عبد الله القيادي الكبير في الحزب بالإضافة إلى 3 مقاتلين آخرين. بعد هذه الاغتيالات التي طالت قادة الصف الأول لحسن نصر الله، نشر حزبه فيديو بعنوان الهدهد حلقة 2 لقواعد استخبارات ومقرات قيادية ومعسكرات إسرائيلية. وعاد هدهد حزب الله بلقطات، لكنه لم ينفذ أي استهدافات في الجولاني كما فعل بالمرة الأولى في حيفا. وفي أحدث إحصاء للدولية للمعلومات عن ضحايا الحرب في جنوب لبنان، بلغ عدد الضحايا 444 قتيلاً، منهم 434 لحزب الله، من ضمنهم 15 من الهيئة الصحية التابعة له، و18 قتيلاً لحركة أمل. أبرز الاغتيالات في صفوف حزب الله وسام الطويل قائد قوة الرضوان التابعة للحزب، إسماعيل باز قائد القطاع الساحلي، محمد حسين شحوري قائد وحدة بقوة الرضوان، علي أحمد حسين قائد منطقة تابعة لقوة الرضوان، علي نعيم نائب قائد وحدة الصواريخ، علي محمد الدبس قائد مركزي في قوة الرضوان، حسن محمود صالح قائد الهجوم في منطقة جبل دوف، محمد علوية قائد مارون الرأس، حسن سلامي قيادي في وحدة ناصر.